أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. زي ما اتفقنا مع بعض إن احنا هناخد بعض البنود الخاصة بأرباح الشركات أو أرباح الأشخاص الاعتبارية. هناخد بند الضريبة المستقطعة عند المنبع صفحة 286. ضريبة مستقطعة عند المنبع معناها إن الضريبة ديت قبل ما بنحصل على العائد بياخدوا الضريبة بتاعتها من المنبع وناخد الصافي بتاعتها، وبتتمثل فيه أول حاجة العوائد والأتاوات ومقابل الخدمات، ودي بتخضع للضريبة بسعر 20% دون خصم أي التكاليف. تاني حاجة توزيعات الأرباح، وبتسر الضريبة على التوزيعات ما عدا التوزيعات اللي بتتم فاتورة أسهم مجانية، يعني احنا بنتكلم هنا عن التوزيعات النقدية فقط. بيحصل عليها الشخص الاعتباري المقيم او غير المقيم بسعر 10% دون خصم اي التكاليف، ويخفض السعر ده الى 5% اذا تحقق شرطين: ان نسبة المساهمة زادت عن 25% من رأس المال، والا تقل مدة الحيازة بتاعت الاسهم عن سنتين. نجاوب مع بعض مثال 1-2 صفحة 288. المثال بيقول ان احنا مطلوب نحسب الضريبة المستحقة في كل حالة من الحالات التالية. اول حالة بيقول لي حصلت شركة مساهمة غير مقيمة على توزيعات من شركة مساهمة اخرى مقيمة في مصر قيمتها 30,000 جنيه. طبعا هنا هو ماليش اي شروط تحققت لتخفيض سعر الضريبة، وبالتالي احنا هنمشي بسعر الضريبة اللي هو 10%. يبقى الضريبة بتاعتنا 30,000 في 10% ب3,000. الحالة الثانية بيقول لي حققت شركة مساهمة غير مقيمة أرباح من خلال إنشاء دايمة في مصر بلغت 60,000 جنيه. هو هنا بيتكلم عن أرباح مش توزيعات، أرباح. تعالوا نجيب الضريبة على الربح، يبقى 60,000 في معدل الضريبة 22.5% يديني 13,500 جنيه. طيب هي الشركة دي وزعت أرباح ولا ما وزعتش؟ قال لي هي الشركة دي أصلا الشركة دي غير مقيمة، يعني هدية جزء من شركة بالخارج، وبالتالي توزيعات الأرباح هتتم بالخارج. فاحنا هنا هنعتبر ان الأرباح كلها تم توزيعها حكما، يعني بالحكم كده هو تم التوزيع دوت، لان هي هتخرج بره وبالتالي مش هقدر اخد منها ضريبة هنا اهو. فهنحسب الضريبة على التوزيعات الحكمية ديت 60,000 في 10% ب6,000 جنيه. ثالثة بيقول لي ان في شركة مساهمة مقيمة خدت توزيعات من شركة ثانية مقيمة 50,000 جنيه، علما بان نسبة المساهمة 30% ومدة الحيازة 3 سنين. هنا تحقق الشرطين بتوع التخفيض، وبالتالي التوزيعات دي هتخضع بسعر مخفض 5% مش 10%، وبالتالي الضريبة المستحقة عليها 50,000 5% ب2,500 جنيه. الحالة الرابعة بيقول ان في شركة مساهمة حققت ارباح ب100,000 جنيه وزعت منها 60,000 جنيه. نفس الوضع بتاع الحالة رقم 2، ولكن ديت شركة مقيمة. فهنحسب الأول الضريبة على الربح، تبقى 100,000 في معدل الضريبة 22.5% ب22,500 جنيه. ثم نحسب الضريبة على التوزيعات، طبعا ما قالش ان فيش شروط تخفيض، وبالتالي الضريبة على التوزيعات هتبقى ب10%، 60,000 التوزيع في 10% ب6,000 جنيه. العوائد المدينة، طبعا العوائد المدينة اللي موجودة عندنا صفحة 313 بالكتاب أخدناها قبل كده في النشاط التجاري والصناعي بالنسبة للمنشأة الفردية، ولكن يوجد اختلاف بين النشاط التجاري والصناعي وما بين أرباح الأشخاص الاعتبارية زي ما هنشوف دلوقتي. العوائد المدينة التي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. أول حاجة العوائد المستخدمة في غير النشاط. تاني حاجة العوائد المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها. ثالث حاجة العوائد المسددة اللي بتزيد عن مثلي أو ضعف سعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي في بداية السنة الميلادية. زي ما حضراتكم طبعا شايفين لحد كده الشروط دي بتتفق مع النشاط التجاري والصناعي بالنسبة للمنشأة الفردية. رابع بند عندنا ان ما تزيدش نسبة متوسط القروض على 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. يعني لو أنا حقوق ملكيتي 1,000,000 أقصى قدر للقروض يبقى 4,000,000، وما زاد عن كده هوت ما يعتبرش من التكاليف واجبة الخصم. والشرط دوت موجود في الأشخاص الاعتبارية فقط، ومش موجود طبعا زي ما شفنا في النشاط التجاري والصناعي. طبعا من الملاحظات المهمة
ان احنا واحنا بنتكلم عن القروض هنستبعد منها القروض الحسنة، والقرض الحسن يعني قرض بلا فوائد. تعالوا نحل مع بعض مثال 2-7 صفحة 317 على العوائد المدينة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. التمرين بيقول لي ان احنا عندنا احد الشركات المصرية حملت عوائد مدينة بمبلغ 3 مليون جنيه على قيمة الدخل. القروض بتاعتها كانت 20 مليون جنيه كما يلي: 4 مليون من شخص طبيعي معفي غير خاضع للضريبة يعني بفايدة 10%، 12 مليون من بنك مصر لتمويل أذون خزانة بفايدة 15% سنويا، و4 مليون جنيه قروض أخرى بفايدة 36% سنويا. وبلغ المتوسط بتاع حقوق الملكية 1 مليون، ومتوسط القروض 20 مليون، وسعر الائتمان والخصم 17%. تعالوا نطلع العوائد التي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. تعالوا نمشي بالشروط. أول حاجة العائد بتاع القرض المعفي من الضريبة بتاع الشخص الطبيعي كان ب 4 مليون في 10% 400,000 جنيه، ادي أول شرط. تاني شرط عندنا ما يزيد عن سعر مثلي سعر الائتمان والخصم من البنك المركزي. عندنا قرض، أول قرض اللي هو بتاع بنك مصر لتمويل أذون الخزانة، القرض ده كان بفايدة 15% وسعر الائتمان والخصم كان 17% يعني المثلي 34%. طبعا القرض ده أقل من المثلي وبالتالي مفيش أي زيادات هنا هوت. بالنسبة للقروض الأخرى كانت الفايدة ب 36%، واحنا قلنا ان المثلي ب 34% في 2% زيادة في مبلغ القرض اللي هو 4 مليون جنيه يديني 80,000 جنيه. ثالث حاجة الزيادة عن الزيادة في نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية. احنا قلنا ان النسبة الفعلية المفروض ما تزيدش عن 4%. طب تعالوا نحسب النسبة اللي موجودة عندنا. هو بيقول لي ان القروض كانت 20 مليون منهم 4 مش معانا بتوع الشخص الطبيعي المعفي، يعني القروض فعليا ب 16 مليون الى المليون اللي هو حقوق الملكية، يعني انا كده هوت عندي النسبة 16 متر. طيب 16 متر دول المفروض ان احنا اخرنا 4 امثال. طب تعالوا نشوف العوائد نفسها اللي احنا دفعناها بكام عشان نطلع الزيادة اللي موجودة عندنا عن الاربع امثال. احنا عندنا قرض ب 12 مليون سعر فايدته 15% زائد قرض ب 4 مليون سعر فايدته 36%، يبقى العوائد المدينة اللي احنا دفعناها ب 3,240,000 جنيه. تعال نجيب الزيادة. ال 3,240,000 في احنا المفروض ان احنا عندنا الحجم الطبيعي 4 امثال، واحنا طلعنا من النسبة الفعلية 16 متر، يعني انا عندي 12 متر زيادة. تعال نشيل الزيادة دي، في 12 متر على 16 يطلع لي 2,430,000 جنيه. كده طبقنا الشروط بتاعة العوائد المدينة وشلنا العوائد التي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، اللي هي 400,000 اللي هو العائد بتاع الشخص الطبيعي المعفي من الضريبة، وال 80,000 اللي هي الزيادة عن مثلي سعر الائتمان والخصم، وال 2,430,000 اللي هي الزيادة في نسبة متوسط القروض لمتوسط حقوق الملكية عن الأربع أمثال، يطلع مجموعهم 2,910,000 جنيه. طبعا دي عوائد احنا مش بنعتمدها، الشركة سجلتها واحنا كمصلحة الضرائب ما بنعتمدهاش، يبقى هنشيلها من تسجيل الشركة، هي سالبة لان عوائد مدينة ديت من التكاليف واجبة الخصم. معنى كده ان انا عشان اشيلها هنضيفها الى الوعاء الضريبي، وبكده تكون انتهت المحاضرة الثانية وانتهت الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية. وشكرا لحسن استماع حضراتكم.